تعرفي يا بهاني، أني مستعدة أتغيب عن خدمة الميري النهاردة عشان أقعد أتكلم معاكي وأملي عيني منه. ما أنتِ عارفة أني ما عنديش حد أتكلم معاه غير ماني غلبان ووحداني. زي ما تقولي كده، عامل زي زرع البحر تمام، المية تاخده ترميه، مطرح ما ترميه ترميه. زرع من غير جدر. أني عمري كله راح في خدمة العمدي، هو خد عمري واني ما خدتش منه حاجة. داني عمري ما حبيت ولا اتحبيت ولو حتى بالكد. اني اصلا عمري كله كدب في كدب. اهديه يخيبك يا دي الولية، ايه اللي انتي عاملاه في نفسك ده؟ الداري يا حلوة الداري. يخرب بيتك ولية، انت على طول يا وليه طالعالي زي القدر مستعجل. يا اختي لو غيرانه وبتهري مني اعملي زيي. انا اعمل زيك ليه؟ اعوذ بالله. يوه وماله زيي؟ ما انا زي الفل اهو. اهري يا مهري وانا على مهلي. الارض بارت وشققت وخلاص، والجدر لما تعملي فيه ايه؟ ما منوش فايده. يا وليه لمي روحك بدل ما رقعلك على صدقك اللي طول كده دي. وانا يا حبيبتي وولادي الخمسه كده هننزل ناكلك اكل بسناننا. يا اختي جاتك نيله عليكي وعلى عيالك الخمسه، جاتك نيله. سديتي نفسي؟ شفت اللي تنكسر رقبتها ويعددوا عليها من بدري بتقولي ايه؟ ما قلت اللي جايبه لروحك وتعبه نفسك على الفاضي. ما قلتلك اتجوز واجيب العيل، وما هي بقى تلاقيها مكتومه وملكومه. لا ما خلاص، ده البشاره بانت وبين كده المراد حنوله وحكيد العزال ان شاء الله. نظيمه برضو اقطع دراعي من رجلي اما كان كل الكلام ده اوانطه في اوانطه. لا ما انت اصلك ما عرفتش. ايوه ما اعرفش ومش عايز اعرف. بعدين ايه اللون اللي انت لابساه ده؟ انت عندك الحظبة؟ انت احلى لون يليق عليكي اللون الابيض من فوق راسك كده لتحت رجليكي. ايه يا عثمان، هو انا لسه عروسي؟ لا الكفن. ساكي زعلانة يا فاطمة؟ أنا مش زعلانة منك يا أبو العيلة، أنا زعلانة من الدنيا. ملعون أبو الدنيا اللي تزعلك دي. طب إيه رأيك؟ أنا هاخدك ونروح مقام سيدي السياح النهاردة. صحيح يا أبو العيلة؟ يو صحيح، وهنقضي اليوم كله هناك. يا ما أنت كريم يا رب، يا ما كان نفسي أروح يا أبو العيلة، ده أنا صدري طابق علي. وقلت يا رب يا رب نولها لي، اقرا الفاتحه المقام سيدي السايح وادعي ربنا يعدلها لنا، يعدلها لنا والنبي يا رب. امين يا رب امين. يلا يا بنت يلا بينا. يلا انا بقول لك اه عم ده عشان ما تقولش ما حدش نصحني. الست اللي اسمها راويه دي لازم تخلص منها يا عم. ايوه هتهيج علينا الناس وهتقلب علينا البلد. وبعدين احنا مش ناقصين يا عم ده، ممكن الناس تقول ان انت موالس معاها. اي والله ممكن يقولوا كده. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لا إلا الحرام. وبعدين الراجل اللي اسمه محمود ده برضه يا عم، أنا ملاحظ كده إنه ابتدى يزن في الدور ده. لا محمود ده ما تخافش منه، ده عضلاته في لسانه، مش هيعمل حاجة. برضه يا عم ده مين عارف، يمكن يقلب علينا الناس، وأدام ابتدى يزن في الموضوع ده، يبقى هيقعد بقى يعملوا البنا في بوقه، كل ما يطلع على منبر ولا يقول خطبة، هيقعد يعيد ويزيد فيه، وإحنا مش ناقصين يا عم. يعني أروح ليه؟ تروح لها مين؟ أنت العمدة. انت تبعت تجيبها وتحذرها هنا اهو وتهددها قدام الاسم محمود دي عشان يعرف ان البلد ليها كبير وان كلمتك ماشيه على الصغير والكبير في البلد دي. واد يا ابو العيلة خد تعالى هنا، خد تعالى. ازاي رجلك عامله ايه دلوقتي؟ اهي عالة اهي. طب الحمد لله. تعالى بقى هم ورايا عشان عايزك في كلمتين دلوقتي. فيها يا عثمان؟ ايه دلوقتي دي؟ وراك الديوان ولا وراك الديوان؟ لا عدم المؤاخذة يا باشا، أنا بس
كنت واخد الجماعه كده ورايح نزور مقام الساي. جيتك ايه ياله؟ مقام سايح ايه؟ سيدك العمده دلوقتي؟ ابقى من مقام سيدك الساي. امي يا واد وراي، عايزك في كلمتين. يا كده دلوقتي ولا ما ينفعش بعدين؟ وبعدين يا انت الا ما تقطعش رزقك. امال يا ابو الهيل؟ هم هم ورا العمده. امشي يا ولد امشي. امي يا ولد وراي. العافية خير. يا لهوي يابا. تعالي محروم. اقفل الباب. ما تخافوش يا عيال. ما تخافوش. ما تخافوش. ما تخافوش. ايه اللي جابك هنا تاني يا محروس؟ عايز اشوف منار. رحت لحد الدار لقيت الخطر محطوطين حوالين منات. طب انا اعمل لك ايه يا محروس؟ تروح لها. وهاتيها وياك يا فاطمة. عايز اشوفها واتحدد وياها شوي. الله لا يسيئك يا محروس، كفاية اللي حصل. النبي يا شيخ، النبي يا فاطمة، أحب على قلبي عشان خاطر عيالك. ما تقطعش قلبي وعياك يا ابن أبو سالم. عارفة يا فاطمة، أنا جيت لك أنت بالذات عشان عارفة إنك مش هتكسري بخاطري ولا بخاطر منار. في عرضك يا فاطمة، أنا عارفة إنك بتحبيها. خلاص خلاص، هروح أجيبها لك وربنا يسترها معاك ومعايا. آمين. خلي بالك من العيال. فعلي يا واد التواف ليه؟ اوه اقول لك ايه يا ابو العيله؟ هتبقى انت الغفير بتاع الارض القبليه كلها، وهديك كمان 5 جنيه في الشهر. قلت ايه؟ ايه 5 جنيه؟ الكلام ده بحق وحقيقي. ايه امال بكذب وكذيب؟ ما تنعل فزك يا ولد، اتخبط في لسان. عدم المؤاخذه جناب العمدي، بس اصل يعني 5 جنيه دي مبلغ وكتير كتير قوي. مش كتير عليك يا ابو العيل. شوف بقى، كان مروحك لسيدك السايح احسن ولا مجيتك ورانا احنا احسن؟ ده انت كده يا جناب العمدي تستاهل 100 مقام. ده انت كده احسن من السايح ذاته. اي والله العظيم. قصدي انت مش واخد بالك يا ابو العيل؟ العمده حب. اي والله حبك كده اهو، لله في لله. انت عارف يا ولد، الشهريه دي مش ممكن ايوتا حد يتحصل عليها في ايوتا حته. دي شهريه كبيره مش كده؟ ايوه الله، انا برضك بقول كده. انا بقى زي ما تقول كده حبيتك لله في لله، زي ما قالك عمك الشيخ كده. بس يعني هي الارض مش عليها غفر كتير، لازمتها نقف وسطيه. لا دول مالهمش لازم. انا عايز واحد يكون صاح، واحد كده يكون منتبه واكون انا بثق فيه. لكن العيال الغفر دول جاتهم 60 نيله تحش رقابيهم كلهم. طب يعني افرض يعني ان انا يعني حابب الشغل في الطحوني، ما هو انا اصلا طحان. تجننت يا ابو العيله ولا ايه؟ في حد يا واد يرفض شغلانه زي دي وبالفلوس دي؟ حد يا واد يهبل انت يرفض رزقه ورزق عياله كده اهو؟ ايه يعني حابب الطحونه يعني؟ وايه الكلام ده؟ يعني انت مش عاجبك الشغل حدايا ولا ايه؟ لا لا يا عم، مش عاجبه ازاي يعني؟ هو بس تلاقي الفرحة لخفنته شوية في نفسه كده يعني، ولا ايه يا ابو العيلة؟ استنى انت يا مبروك، ده هو بيقول لك انا حابب الطاحونة وشغلتي طحان، يعني كلامنا مش لادد عليه ولا ايه يا والي؟ اهو شفت يا عمدي؟ اهو ملقوم وساكت في نفسه اهو. يبقى موافق يا عمدي. هو كده يبقى موافق؟ امال ايه، مش السكوت علامة الرضا؟ طب ما تقول كده من الاول جاتك نيلة وقعت قلوبني. شوف يا والي، انا حبيتك كده لله في لله، وان شاء الله شغلك معايا ده هيخليك تشوف خير يا والي، خير كتير قوي من كل ناحيه. هتقعد كده تلاقي خير 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 يعني، ما شاء الله. ازيك يا محروس؟ وحشتني قوي يا منار.
وانت والله يا محروس سرعتني يا محروس يا نطاط الحيط انت. الله يجازي اللي كان السبب. بقول لكم ايه، ابو العيله زمانه جاي. ابو العيله عالم بالاني فيه، ما تعوليش هذا. فاطمه قالت لي ان انت عايزني في حاجه مهم. انا خلاص هخرج بره البلد دي. الراجل اللي انا قاعد وياه قال لي ان ممكن يدبر لي مكان في مصر. ها ايه رايك؟ رايي في ايه يا محروس؟ تيجي وياه يا مناري. تيجي وياك فين يا ولي؟ وابوها وامها ها هتعمل فيهم ايه؟ ما احنا هنتمم جوازنا الله، وانا هبيع اللي ورايا واللي قدامي في الكفر واسافر انا وهي وابوها وامها. هاي البلد دي تقعد فيه. عندك حق وحياه ربنا، بس اللي هو يعني ابو مناري هيلد عليه الموضوع ده؟ مناري حبيبتي هتكلمه وهيوافق باذن الله. انا همشي دلوقتي وهاجي لك بعدين، لو ابوك وامك وافقوا بقولي لفاطمه وانا اقول لك تعملي ايه. مع السلامه. اوعى نفسك يا محروس. لا حول ولا قوه الا بالله. جبت امك يا اختي. فين عندها شرطه الجنه كده؟ الطماطم مدود يا ابوي. بهدل. العوافي عليكم. ازيك يا عمده؟ واحد يا اخويا من رجالتك اللي ماشيين وراك كده في الرايحه والجايه جالي لحد داري وقال لي انك عايزني. يو قصدي عايز تكلمني في حاجه. يا ستار عيوب العيبين يا رب يا ابو. خير يا عمدة؟ يا عمدة فيه ايه؟ يا جنب العمدة يا حاجة اتمان. ايوه الست اللي بتكلمها. ايوه نعم حاضر. ايوه نعم حاضر. ايه بتقول لك انت بعت لها عايز منها ايه؟ اني امال اني خير يا عمدة؟ لا الحقيقة بقى مش خير. شوفي يا ستنتي، احنا هنا في بلد أرياف، يعني احنا مش في مصر كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لا البلد دي فيها عمدة وفيها ضبط وربط وفيه قانون لازم أن يمشي على الكل، واخدة بالك انتي؟ بعيد لمؤاخذة يعني انت لبسك كده يلفت النفر، وبعدين اعمالك كلها يعني ما تصحش وما تلدش على حد ولا سبت. طلعوا طلعوا على النجور جنب ما تتنجور عليه. يا ست راوية عدم المؤاخذة يعني انت ليه مستخفة بالكلام كده؟ عدم المؤاخذة يا عمدة يعني، بس اقل حاجة تتقال على كلام الست يعني انه ما يصحش وعيب يا عمدة. هو ايه اللي عيبه وما يصحش؟ ليه؟ هو انا بعمل ايه مزعل القانون مني يا عمدة؟ شوفي احنا مش عايزين نخوض في الحكاية دي. لا انا احب اخوض، اخوض قوي واستفسر عشان ابقى واعية وفاهمة. خلاصة الكلام يا ست، انت تبعدي عن بنات الكفر خالص، واللي ليك هنا في البلد اتبعيه وتشوفي لك بلد تانية. حلوين قوي، شربات قوي، وايه كمان يا اخويا؟ هو اطلعوا اطلعوا على الفجر وغلد العين اطلعوا. شوف يا ست انتي، انا بحذرك اهو قدام الشيخ محمود، وعشان برضو ربنا يبقى شاهد علينا. اللي فات مات وعافى الله عما سلف، لكن في اللي جاي بقى انا مش هسامح في ايوتها حاجه غلط. شوف يا شيخ محمود، لا شوفوا بقى كلكم، انا بجوز البنات اللي ما عادوش لاقيين يتجوزوا، لان يا حبه عيني اللي عنده بنيه دلوقتي ما بقاش قادر ياكلها المش، مش يجهزها ويجوزها، وانا بقى بوفق لهم جوازات تعدل حالهم وحال اهاليهم عالسنه والكتاب، يعني شارع يا شيخ محمود. هو ده القول اللي عندي. يا يو لو انت اسمك ايه يا عمده اللي تقولي عليه؟ يا اختي راح عن بال. ايوه افتكرت، يا سي العمدة عتمان.
خلاص الكلام يا ست، قصدك ايه انت دلوقتي؟ قصدي يا اخويا ان انا ما بعملش حاجه اسوأ من اللي بيعمله غيري، على الاقل انا بدفع ثمن اللي بعمله، انما غيري بقى بياخد ولا يدفعش، ويجوع ولا ياكلش، ويضيق يا اخويا ولا يساعدش، ولا ايه؟ انا كده خلصت الكلام اللي عندي، فوتكوا بقى بعافيه. العوافي يا سي العمدة عتمان. صلاة النبي. بقول لك يا جناب العمد، الولية دي يندب في عينها عضورة بكزان والله. لا يا عمدة، سمعني؟ لا يا ابوي، انتوا لازم تربوها الولية دي، لازم تعملوا حاجة. استغفرك ربي واتوب اليك. دي السلام عليكم يا ابوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الراجل تعب، بس اقول لك على حاجه يا عم، الست ده هي اللي ادت فرصه للراجل ده انه يقعد يحقق ويقرر وكده، والصراحه بتاعت ربنا يعني عنده حق. بس الست دي يعني لخفنتني كده في الكلام وخدتني في دوكه، دي ست مخروطه خرطه على المخرطه. ايه والله شفتها يا ولا لما قلعت كده واللحم الابيض طلع كده ولعلط وزعلط. ايوه انا كنت شايف اللحم الابيض ده من قبل ما تقلع العبايه يا عم. وبعدين ما هي اللعلطه دي هي اللي جايبانا ورا عدم المؤاخذه. لا بس دي اعربه اعربه وذنبها حامي. هو دي الكلام يا عم، ده هو دي الكلام، ذنبها حامي صح. شفت يا عمدي البت مقصوفة الرقبة هي وجوزها عملوا ايه؟ مين مقصوفة الرقبة هي وجوزها؟ اللي ما تتسمى فاطمة. مالها فاطمة؟ مش طلعوا مخبيين الواد محروس في دارهم هي وجوزها الواد الطحان؟ ايه؟ ايوه ايوه يا حضرة العمدة، أنا شايفة الواد محروس خارج من دارهم بعينيا دول، بس هو ما شافنيش لما أنا شفته وهو خارج من دارهم. أنت يا غبية التوهم؟ مالك يا شيخ محمود؟ ايه اللي مزعلك كده ومشايلك الهم؟ فضفض لي قول لي، ولا انت غاوي تشيل الهم لوحدك؟ يا ريت الناس كلها تشاركني في الهم ده وتشيله معاي، ما كنتش خفت الخوف الواعر ده كله. ما تخدنيش عليكم مال يا شيخ محمود، قول لي فضفض لي ايه اللي مضايقك الضيقه دي كلها؟ احوال البلد وناس البلد، زي ما اكون خايف على ناس البلد من ناس البلد، هي نفسها مرارة الخوف اللي حسيت بيها زمان سيئة ما حصل اللي حصل في بلدنا، واضطريت اهملها وهجي منيها، بلد شلتني وبلد حطتني.
لحد ما النصيب ساقني على بلدكم وجيت هنا وريتك وتجوزتك وانت حببتيني في البلد وناسها وجيت واحد منيها زي ما تكون بلدي في الأصل. اتولدت فيها وشبيت فيها. طب وربنا المعبود في ناس ياما بيحبوك وبيفتكروك انك من البلد اصلا ومولود فيها بصحيح. الناس دي اللي انا خايف منيها وعليها ام الغايب زي ما اكون ما كنتش واخد بالي من جهل الناس دي. يا ابوي جهلهم شديد قوي واعر يا ام الغايب. يعني هما كانوا لقوا حد علمهم القرايه والكتابه يا شيخ محمود وهم قالوا لا. يا بات يا بت الجهل اللي نقصده ملوش دعوة بالقراية والكتابة. أنا أقصد جهل الوعي والبصيرة. أقصد عمى القلوب وفقر الضمائر. ناس بلدنا ما بيبصوش إلا تحت رجليهم طالما اليوم عدى والبطن مليانة وتمام يبقى ما فيش مشكلة في أي حاجة. الناس يا شيخ محمود الفقر غالبهم وكسرهم. ناس بلدنا ما عايزينش يفهموا إن ملو البطون من غير ملو العقول يهد ما يبنيش ويوطي ما يعليش ويوجع يوجع ما يدويش. هم الغايب قولت آه مهما قالت ما تشفيش. يا واد افهم بقى يا حمار حصاوي. انت لو قلت الواد محروس ده متاوي في اني داهيه هنعتبرك شاهد ويمكن تاخد مكافاه كمان. لكن تنكر وتقول ان هو ما كانش مستخبي في دارك هتودي نفسك في 70 داهيه. ليه؟ لان فيه 70 عين شافته هو داخل دارك و70 زيهم شافوه وهو خارج من دارك. يا واد قول الحقيقي خلص نفسك. انت واد غلبان مش حمل اللي هيجررك من ورا الموال الاخضر دي. قول لي بقى محروس خرج من دارك راح على فين؟ يمين بالله العظيم يمين بالله العظيم ما اعرف. ثلاثة بالله العظيم ما قال لي. يا واد قال لك ايه؟ يا واد يا ابو العيله العمد عارف كل حاجه يا واد. عارف مين بيقول ايه وليه وعشان ايه وازاي. فما تكذبش عليه يا واد. هتفضل مش شعبط في الكذب كده يا كذاب يا ابن الكذابه. معقولة؟ يعني أنا أراعيك وأقف جنبك وحن عليك وطيب بخاطرك وأديك فلوس من مالي وأشفق على رجلك المتنيلة دي وعلى حالك الزفت تقوم أنت تتوب من الكلب المجرم دي؟ معقولة؟ أنا عارف اللي هيوديني في داهية ويجيب له كل البلاوي وطيبة قلبي. إي والله يا عمد مش كده؟ لكن لو أنا بقى عمدة مفتري وظالم كان كل الناس عملت حساب وكان كله خاف مني وكش كده زي الكتاكيت. لكن انا برضه من طيبه قلبي بقول دول اهلي وناسي ولاد بلدي مش عايز يعني اشد عليهم ولا اظلم حد فيهم. اسمع يا واد انت لو ما قلتش الواد ده متوي فين انا هخليك تقول جاي وروحك تستمنى تطلع ما تلاقيش طلوع. والختم الشريف ما اعرف والختم الشريف ما اعرف يا عمدي صدقني. برضه لازم تكذب وعمال تنكر. ماشي يا ابو العيله أنا منكرش إيه وكان عندي في الدار. إنما والله العظيم ما قال لي رايح على فين. أنا مظلوم والله يا عمدي مظلوم والله. ماشي خدوه يا واد أنت هو على الحجز لحد ما يجي جناب المأمور بكرة الصبح يشوف له صرفة وإياه. يلا امشي يلا يا عمدي مظلوم. امشي يلا مظلوم والله. امشي يلا امشي وياه سمة قوي. امشي ليه الغلب دي؟ يا والله ومن سمعك يا عمدي. طب بالإذن أنا يا عمدة بقى أروح. راح فين؟ تروح إيه؟ وأنت يعني وراك إيه؟ لا في عيل ولا تيل مستنيك في الدار ولا حتى ولا عمارة مستنياك. ما أنا قلت الكلام ده يا عمدة ولونك جاب متلوك كده يبقى أنت عايزني في حاجة. وأنا هبيط عنك يا عمدة. أنا عارفك أقسم بالله أنا عارف. المهم أنت عارف مش سحب كده ليه وأنا ماشي. يا راجل اللي ما في وصفة واحدة اديتها لي وجابت معايا نتيجة إلا كل مرة يقدني زي الشوال كده على السرير وشخير يجيب آخر البلد. وكل مرة خد يا عمدي وهتدعيلي خد دي وهتدعيلي وعمال أدعي عليك وعلق أبوك. لا
لا يا عمد، أني وصفاتي عمرها ما خيبت مع حد أبد. يمكن أنت يا عمد بقى اللي بتستعملها غلط ولا حاجة. يا سلام، كل مرة بستعملها غلط، كل مرة غلط. بالك أنت، أني ما بقاش يلزمني وصفات الدنيا دي كلها. طول ما معايا اللي اسمها حفيظة دي أني بشوفها بتغام. أهو الحائبا يا عمد، يعني العيب مش في الوصفات بتاعتي، عدم المؤاخذة العيب في المرة اللي أنت أنيه. بالك يا شيخ مبروك، أني لو معايا البنت فاطمة دي كنت تبص تلاقيني كده، يعني تبص إيه؟ طب تبص على إيه؟ اهدي، مفيش غشة، امشي اطلع بره. يلا بره. السلام عليكم. اهدي، عايز ما حدش يبص عليا كده وابقى لوحدي وتبقى معايا فاطمه كده وماني بقى ايه. ده ايه النوم ده؟ ايه النوم اللي على الغفله ده؟ عايز تنام؟ فرشتنا جاهزه يا اخويا، يلا بينا ننام. مش جاي لي نوم. بالك يا فاطمه، انا حلاقيها من عتمان ولا حلاقيها من ناس؟ هتسيبونا في حالنا؟ سيبونا في حالنا يا ناس، نعمل ايه يعني؟ نموت نفسنا؟ احرق الدار؟ نموت انا وعيالي عشان عتمان يتهد والناس تخرس؟ صلي على النبي في قلبك ومال يا فاطمه، مش كده يا اختي؟ طب ليه يا رب؟ ليه؟ حسد؟ على ايه؟ على الفقر اللي مسوس عضمني انا والعيال وابوهم؟ على البرد اللي بينهش في جتتنا؟ احنا بننام بالليل متحشرين في بعض خايفين من قله الغطا، احنا بنقعد باليوم والاتنين لا بنشوف الزاد ولا حتى اللقمه الناشفه. طب ليه يا رب؟ يكونش غضب؟ طب غضب ليه؟ انا عمري ما عملت حاجه تغضب ربنا ولا عملت حاجه حرام. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه؟ مش كده يا فاطمه، مش كده يا حبيبتي، سيبيني. ليه يا رب كده؟ هو مفيش غيري؟ ليه يا رب انا بالذات اللي باليني بالهم يا رب؟ بتخلي يا رب الهم يروح لحد تاني يا رب؟ انا رفض ميه يا رب. بقول لك ايه يا فاطمه، ما تروحي يا اختي للست حفيظه استرجيها. حفيظه دي تتقي العمه ولا انها تشوفني؟ هروحي لها، انت خسرانه حاجه. وخلي بالك حفيظه لو عملت معاكي ايها معروف في الحكايه دي مش هتعمله عشان هي عايزه تساعدك، لا، انما عشان تعرفك انها تقدر تعمل كده. فاكر كده؟ هو كده وابو كده. تعالوا يا عيال، تعالوا اقعدوا مع حنان وانا هروح مشوار وحاجه على طول. نيمي العيال وخدي الباب في ايدك وانتي خارجه. حاضر يا اختي، حاضر. يلا يا عيال، يلا يلا. ورب الكعبي ما حصل، ورب الكعبي لست حفيظه ما حصل، والله العظيم ما حصل. احنا طول عمرنا ماشيين جنب الحيط يا ست حفيظه. بالعقل كده يعني؟ احنا لاقيين ناكل لما هنتوي حد في دارنا؟ بالعقل كده؟ عليها معايا انت. طيب قولي للمخفي جوزك، ناس ياما شافوا محروس خارج من داركم، حصل يا بنت ولا ما حصلش؟ كدب وافتري، والله يا ست حفيظه كدب وافتري. انا مش عارفه النصايب دي بتيجي علينا منين بس. والله يا ست حفيظه ما حصل، ونبي يا ست حفيظه امان عليكي. الهي يا رب، ربنا يرزقك يا رب وينورك كل اللي في بالك، وتزوري قبر حبيبنا المصطفى وتزوري الكعبه، تتوسطي عند العمد لابو العلي. والله العظيم يا ست حفيظه ده قاعد في البيت بقاله ياما، رجله مكسوره ومش قادر يتحرك، ده احنا ملناش غيره. والله يا ست حفيظه، والنبي تتوسطي عند العمد، والنبي يقولي له يعتق ابو العلي لوجه الله، والنبي يا ست ده عياله محتاجينه يا ست. هات يا بنت المداس. حاضر حاضر يا ست.
توسخي لي رجلي يا معفني. امشي اطلعي بره، يا رب ياخدك انت وجوزك. ليه كده ليه؟ ليه؟ ليه كده ليه؟ ليه؟ حتى الافتراء وحش. ايه يا عمدة؟ ده الافتراء وحش، وحش الافتراء والله. ده حتى ربنا اسمه الرحمن الرحيم. ليه الافتراء ليه؟ ليه؟ طب وجامك بتضربني ليه؟ هو انا عملت حاجة؟ ويا البت الغلبانة دي عملت حاجة؟ ما هتضربت، انضرب وانت ساكت. يا عمدة ايه؟ مالك يا عمدة؟ مش طايق نفسك وبتخانق دبان وشك ليه؟ والله ما جيت جنب وشه والله. هش امشي. ايوه ايه يا حفيظ؟ ايه البنت غلبانه، ما تستاهلش منك اللي انت بتعمليه فيها دي. حنين حنين يعني الحنيه وحشه. اموت في الحنيه يا اخويا، اشوف منها ندعه اهو. انت جيت يا ضنايا، الف حمد وشكر لك يا رب. يا فاطمه فاطمه، ابو العيله رجع، ابو العيله رجع بالسلامه. انتوا مش هترد عليا ليه يا ولاد؟ هتقولي القله عاوزه بلي ريقي. أنا كان بيستهيألي إن أبو العيلة رجع، ولا أنا كنت بخطرف؟ ما بترديش عليا ليه يا فاطمة؟ يبقى أبو العيلة ما جاش، ها؟ ما جاش. قولي لي يا فاطمة، جرى إيه؟ عملوا إيه في جوزك؟ عمل فيه إيه اللي تجيله شوطة هو ومراته؟ إلهي ما يوعوا ولا يستوعوا البعدة. هيجي بكره، هيجي بكره يا بنت. ما انا عارفه انه ما جاش، قلت لك هيجي. هيجي يا خالي هيجي. قولي لي يا بنتي، جرى حاجه لابو العيله؟ جرى له حاجه؟ انت يا بنت حصل ايه؟ هيحصل ايه اكتر من اللي حصل؟ احنا خلاص ما عادش فيني بعد الذل والمهاني. هيبقى ايه بعد الدوس بالرجلين النكسي؟ هيبقى ايه؟ هيبقى ايه بس؟ هيبقى ايه؟ هو الغلبان يملك ايه غير انه ينحني للزمن يا بابا؟ عود الغلبان ضعفان، مش حمل ريح تهب عليه وهو واقف تقطمه. انا لما بشوف الجوع في عينين عيالي ولا حتى يعض في بطني، بقول الحمد لله يا رب، حمدك وشكرك. ولما البرد بيصحيني في عز نومي، بقول يا رب لك حكمه في كده. بس كسرت النفس قاسية،
والمزلح قصاد اللي عايزين ياكلوا لحمنه ولا يعصوش ايديهم اكتر الف مره من الموت. انا مش سامعه انتي بتقولي ايه يا فاطمه، لكن حاسه بيك يا بنتي واللي بجواك. ربنا عالظالم والمفتري، انت عالظالم والمفتري يا رب، انت عالظالم والمفتري يا رب. يلا يا فاطمة، يلا يا فاطمة، الحمد لله قدر الله. يلا يا فاطمة، الحمد لله.